أينما كنتم مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المهرجان، والذي ينطلق قبيل انطلاقة مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل. هذا المهرجان الذي طالما انتظروا أبناء البادية في العام الماضي واستبشروا خيرا من قادة هذه البلاد، حتى أوصل وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإقامة هذا المهرجان التراثي الأصيل الذي أصبح تحت مظلة الدولة وبعمل مؤسسات تحت عدة من الوزارات والأجهزة الحكومية، وهو ما كان مطلب لأبناء البادية وملاك الإبل بعد أن قام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز هذا المهرجان لسنوات عدة، وأصبح رافدا اقتصاديا مهما لأبناء البادية ولأبناء المملكة العربية السعودية بشكل عام ولملاك الإبل. استبشر الجميع خيرا بخادم الحرمين الشريفين، فصدر الأمر الذي أفرح ورضى وارتضى به أبناء المملكة العربية السعودية. ونحن في أسرة البرنامج نقدم أسماء الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي عهدي على هذه المكرمة التي ليست بمستغربة على قادة هذا البلاد. أوكل الأمر لإدارة الملك عبد العزيز للإشراف على هذا المهرجان وعدة قطاعات حكومية، نتطلع فيما تقدمه الخير الكثير. ولعل الوقت الوجيز الذي سعت فيه دارة الملك عبد العزيز خير دليل وخير شاهد وخير مبشر بإذن الله على أن يكون هذا المهرجان لهذا العام كرنفال وطني محل أنظار دول الخليج ومحل أنظار المهتمين بالأصالة والتراث. جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل أصبح عنوانها الإبل حضارة. في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج نسلط الضوء دائما على كل ما يحدث في هذا المهرجان والتحليل اليومي أو الأسبوعي لهذا المهرجان من خلال هذا البرنامج الذي يأتيكم أسبوعيا، والتحليل اليومي الذي سيكون مع زميلي طلال المرشدي في برنامج يومي اسمه عطايا الله، راح يأتيكم يوميا. ونحن في هذا البرنامج نأتي لكم بالحصاد في نهاية كل أسبوع وفي نهاية كل عرض ولون، نفصل لكم ونحلل فنيا في تمام التاسعة من كل يوم أربعاء ما يدور في الأسبوع، وكذلك نسلط الضوء على الجهود الكبيرة والمميزة والمقدرة التي اطلعنا عليها خلف الكواليس. لم يظهر الكثير للمشاهد من عمل دارة الملك عبد العزيز، ولكن من خلال متابعتنا ومن خلال عملنا معهم وجدنا الجهد الكبير من دارة الملك عبد العزيز ومن الرجال الذين يعملون فيها. وكما أسلفت، إنما الوقت الوجيز الذي أوكل لهم المهمة وما أنجز حتى اليوم هو خير دليل على عمل هذه الدارة المميزة، على رأسهم معالي أمين الدارة فهد السماري وكذلك الدكتور طلال بن خالد الطريقي، وحقيقة أسماء كثر وكوادر مميزة في هذه الدارة. أكرر من خلال هذا البرنامج دائما التحليل وتسليط الضوء على ما يكون في هذا المهرجان من خلال ضيفي الدائم سعادة الأستاذ سعد بن ملفي السبيعي رئيس لجان التحكيم في دولة الكويت، والذي سيرافقني في هذا البرنامج طيلة المهرجان وبعد المهرجان. حقيقة سعد بن ملفي يحتاج له مقدمات طويلة، هو لسنوات عدة وهو رئيس اللجان في دولة الكويت، رجل عرف بين محبي الإبل، يحظى بمحبة كبيرة من ملاك الإبل والمهتمين فيها، وله مني التقدير والشكر على قبول أن يكون ضيف دائم معي في هذا البرنامج باسمكم مشاهدينا الكرام. ورحب بضيفي سعد بن ملفي السبيعي. مرحبا يا أبو ناصر. الله يحييكم. سيت بالخير. مرحبا ومسهلا وكل عام طيب. عام وانت بخير طال عمرك، الله يسلمك. ومبارك ان علينا وعليك هذا الامر السامي الكريم الذي اثلج صدور ابناء الباديه وابناء الحاضره وكل المهتمين بهذا التراث الاصيل. نعم، بالنسبه طال عمرك لجائزه الملك عبد العزيز، نشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين
وسيدي ولي العهد وسيدي ولي العهد على هذه المبادرة الطيبة اللي تمناها جميع الشعب السعودي وخاصة ملاك الإبل. نعم. لأنهم قعدوا سنة أو سنة وشوي عن المزايا، يعني صار عندهم إحباطات وصار نزل أسعار الحلال. الحمد لله الحلال الحين صارت أسعارها غالية وصار له إقبال من جميع فئات المجتمع. نعم. ونشكرهم ونشكر دارة الملك عبد العزيز على تبني هذا الموضوع، وهذا موضوع يشكرون عليه. نعم. مرحبا بك يا أبو ناصر. وفي البداية نستهل هذه الحلقة بتقرير أعده الزملاء لنا عن تجهيزات الدارة، والزميل ماجد الحافي عمل لنا بعض من استطلاعات الرأي حول مشاعر الشارع حول انطلاقة مهرجان جائزة الملك عبد العزيز أو قبيل انطلاقة جائزة الملك عبد العزيز. نشاهد هذا التقرير ثم نعود لكم. صدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بالموافقة على انطلاق مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل، استبشر محبي وملاك الإبل بهذه الأوامر الكريمة، حيث تعتبر هذه الجائزة رافدا اقتصاديا مهما أو موروثا أصيلا يحكي سيرة الآباء والأجداد، حيث أوكلت لدارة الملك عبد العزيز مهمة الإشراف على هذه الجائزة ليتسابق العاملون في الدارة مع الوقت لتنفيذ هذا المهرجان في وقت وجيز. ونحن اليوم على مشارف انطلاق المهرجان نرصد لكم من خلال هذا التقرير مشاعر المهتمين والمحبين لهذا الموروث. شكرا لك أخوي بندر، ومسي عليك وعلى ضيوفك في الاستديو والسادة المشاهدين. نحن الآن متواجدون في سوق الإبل لننقل لكم انطباعات المواطنين عن مهرجان جائزة الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، فابقوا معنا في هذا التقرير. أيها السادة المشاهدين، معنا بعض الأخوان هنا من سوق الإبل، نتعرف عليكم. معك فراج بن جابر السكيني. نعم. محمد بن جزر المطيري. نعم. راشد العصيمي. والله هذه ما هي بغريبة من ولاة أمرنا، الله يطول عمارهم، لأن منا فيهم طيب، والإبل موروثنا الشعبي ولا في غنى عنه مهما حورب ومهما وقف ضده. ولاة الأمر نعلم وندري أنهم يسعون لمصلحتنا ومصلحة المواطن في كل شيء. ومهرجان الملك عبد العزيز اساسا الاسم يكفي لحاله، لان ولاة امرنا اذا قاموا بمهرجان يحمل اسم الموحد هذا فخر لكل سعودي. نعم. ومهما قيل فيه قليل في حقه، والله يطول اعمارهم ولا يرينا فيهم مكروه. حدثنا عن حركه السوق بعد انطلاق مهرجان جائزه الملك عبد العزيز. والله شوف القلب حظها قايم من دايم، سواء قدام يعلن او بعد يعلن، ولكن رغبه المشترى ورغبه الهوايه زادت بعد جائزه الملك عبد العزيز، لان كل يطمح ان يشارك في هالمجال. اسم الجائزه بحد ذاته يكفينا، لان كل واحد، انا وانت والثاني والثالث، كل واحد يقدر يبي يحاول ان يشارك في المجال هذا. ولكن رجال الاعمال واصحاب الهوايه متجهين اتجاه طيب جدا لهذا المجال. نعم. كيف استقبلت خبر انطلاقة المزاين؟ والله بكل سرور استقبلناه، طال عمرك بكل سرور استقبلناه، بنشط السوق، نشط لا 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 الملاك، ملاك الإبل. نعم. نشطوا أهل المزاين. نعم. يعني خبر مفرح لقلب وأهلها بشيء ما تتصور. يعني الآن تتكلم أن حركة السوق تغيرت بعد انطلاقة المزاين؟ جدا جدا تغير السوق، تغير هواة المزاين، هواة التنافس، هواة بدأوا يشترون، بدأ الشراطية يهتموا في الشراء، اهتم الجميع، يعني السوق تغير غير طبيعي.
أعزائي المشاهدين، مستمرين معكم في هذا التقرير ومع أحد الأخوان. نتعرف عليك. معك تركي بن نورة الذيابي. ونعم والله. أخوي تركي، كيف سمعت خبر انطلاق مهرجان جائزة الملك عبد العزيز؟ والله سمعناه من القنوات ومن وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر و... نعم. هنا. في تغيير؟ والله أكيد في التغيير. المهرجان هذه خدمة أهل السوق وخدمة البادية عموم. نعم. وأكيد في التغيير، السوق طيب من بعد ما أعلنوا المهرجان، السوق طيب والناس استرزقت وعينت خير. نعم. لا أهل السوق ولا البادية اللي برا. طيب، قبل إعلان المهرجان كان في ركود؟ صحيح صحيح، لدرجة كان بعض الناس يقول دور لي زباين للبل، دور لي زباين، وبعضهم حتى بعصاها. نعم. وتالية بعد ما أعلنوا المهرجان تمسكوا فيها، وبعضهم حتى دور البعارين من اول، ما عاد احد الا يدور بعارين ولا عاد احد يضرب. لا، ما اقول نتعب ليش. نعم. الانتاج اللي من اول نبيعه الحين ما عاد احد يشتري. نعم. صاروا الناس بعد مجاين تغيروا، صاروا الحين يدورون البعارين، وصاروا بعضهم تمسك وبعضهم زود البل وبعضهم باع. اعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معكم في هذا التقرير من سوق الابل لناخذ انطباعات المواطنين وملاك الابل عن هذا المهرجان وانطلاقته. معنا احد الاخوان، تعرف عليك. معك يوسف بن ماهل الفراهدي. ونعم. معك زود. اخوي يوسف، كيف سمعتوا خبر انطلاق مهرجان جائزه الملك عبد العزيز؟ والله طال عمرك خبر جائزه الملك عبد العزيز سمعناه عن طريق التواصل الاجتماعي وعن طريق، نعم، وسائل الاعلام، وخبر صراحه مفرح. نعم. حدثنا عن حركة السوق بعد خبر انطلاق المهرجان. والله طال عمرك حركة السوق بعد إعلان جائزة الملك عبد العزيز صراحة يعني أبهج خطرنا، والحلال أبشرك في زود. ما شاء الله. إي نعم، نحمد الله ونشكره. يعني الفرق ملحوظ بال... إي نعم، الفرق واضح، ما يحتاج يبو الفرق، الحمد لله الناس باعوا عينوا خير والحمد لله مثل ما تشوف. ما شاء الله. طيب، رأيك في الترتيبات الجديدة التي أطلقتها إدارة الملك عبد العزيز على المهرجان؟ والله طال عمرك ترتيبات ما يحتاج، إن شاء الله أنها من أفضل شيء، وودنا بالأفضل والأحسن بعد. ما شاء الله. إيه نعم، نحمد الله ونشكر، يعني القائمين عليها ما يحتاج يعني. والله نشكرها على العلم الغانم اللي سوته للبدو والبادية، بيض الله وجيههم على كل حال، والله يبيض وجه حكامنا على العلم الطيب ولا يستغرب منهم. أعزائي المشاهدين، كان هذا نهاية تقريرنا لهذا اليوم. نعود لك أخوي بندر في الاستديو وضيوفك الكرام، شكرا لكم. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، شكرا للزملاء، شكرا للزميل ماجد الحافي، وجدد الترحيب بك يا أبو ناصر. كما شاهدت ومن خلال هذا التقرير ومن خلال تواجدك أنت في أسواق الإبل وتجمعات محبي الإبل، مشاعر المواطنين تجاه هذا الأمر السامي بإقامة المهرجان؟ والله يا أبو نايف، البدو تجدد عندهم كل شيء. نعم. واستانسوا بالمهرجان هذا، وباعوا وشروا وفرحوا به، ويشكر ولاة أمرنا على هذه البادرة. نعم. وأنت شايف مشوية التقرير الأخ ماجد، التقرير كلهم فرحين به، وكلهم باعوا وكلهم شروا وكلهم استانسوا، بعضهم كان مديون وبعضهم كان ملاحق بالشيكات، والحمد لله فرجت. نعم. فرج الله عليهم، ثم ولاة أمرنا الله يجزاهم خير. نعم. أنا بقف عند كلمة البدو فرحوا بهذا الخبر. اللي فرحوا بهذا الخبر ما هم شريحة البدو فقط، ملاك البل عموم، ملاك البل بشكل عام. نعم. وكذلك الأنشطة اللي راح تكون مصاحبة لجائزة الملك عبد العزيز لهذا العام هي أنشطة تشمل حتى الطفل. نعم. حتى الطفل في مسرح الطفل، في الترفيه، في ممكن احنا من خلال الأيام السابقة
بثينا أكثر من نشرة وأكثر من تقرير عن الفعاليات الكثر اللي إحنا لو نبغى نتكلم عنها في برنامجنا يحتاج لنا حلقات مطولة. لكن اليوم طبعا كما هي سياسة البرنامج اعتماده لابد أن يكون تواجد كبار ملاك الإبل وأصحاب السمو الأمراء والداعمين والمشاركين لهذا المهرجان وكبار المشاركين من بداية جائزة الملك عبد العزيز إلى وقتنا الحالي، لابد أن يكون لهم مداخلات معنا وآراءهم حول التنظيمات الجديدة وحول المهرجان الفعاليات المصاحبة. نحن لا نتكلم عن جائزة الملك عبد العزيز فقط لمزاين الإبل، هي الآن أصبحت تظاهرة حضارية كبيرة فيها النفع بإذن الله راح يكون شامل على جميع الفئات، على الأسر المنتجة، على فعاليات الشعر بأنواعه، شعر المحاورة، شعر النظم، الإنشاد، الرواه، كل شيء، الرواه من خلال برنامج تعالين ومن خلال برامج الشعراء، الجلسات اللي احنا يعني افتقدناها كثير، الجلسة المفتوحة اللي تجمع الراوي وتجمع الشاعر تجمع المنشد وتجمع رعلبل، نعم، والقصص كلها سنشاهدها في هذا المهرجان. كذلك الطفل، مسرح الطفل، اشياء ترفيهية، تزيين البل، تعليم النشئ الجديد، عملية ركوب البل وكيف طريقة ركوبها وكيف، أشياء كثيرة وفعاليات كثر. لكن خلي معنا اتصال أستاذ محمد. معنا سمو الأمير فواز بن ناصر آل سعود. مرحبا سمو الأمير. أهلا وسهلا أخ بندر، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير، ومسي على الأخ سعد، ومبروك البرنامج الجميل إن شاء الله. الله يبارك فيك، تبارك فيك، طال عمرك، وأنت أول اللي نشرف بمداخلاتهم معنا في هذا البرنامج. الله يحفظك، هذا من طيبكم وشرف لي. أنت رعى الأولى دائما طويل العمر، أنت أول مشارك من أصحاب السمو الأمراء في جائزة الملك عبد العزيز. هذا شرف، وصحيح كانت مشاركة وكانت إن شاء الله افتتاح خير، والآن أصبح يعني الأمراء في السنة هذه مشاركين بشكل يعني وافي بإذن الله. أجل نقول فواز بن ناصر مشاركتك كانت وجه خير ومفتاح طريق لأصحاب السمو. وجودكم والمشاركين من الأمراء السنة هذه إن شاء الله فيهم الخير والكفاية. بالتأكيد بالتأكيد يا طويل العمر. وأنا أذكر في مداخلات سابقة معاكم من خلال جلساتنا ومن خلال اجتماعاتنا بأهل البل كنتوا تناشدون أن الجائزة تكون تحت مظلة الدولة، وأنه الأمير مشعل ما قصر وقدم. الآن بأمر خادم الحرمين الشريفين أصبحت تحت مظلة الدولة وعدة وزارات مشاركة وإشراف مباشر من دارة الملك عبد العزيز، كيف ترون هذا الأمر وهذا الاستجابة لطلباتكم؟ أخ بندر، أنا ودي بكلمة قبل ما أجاوب على سؤالك اللي تكرمت لي. حقيقة أنا ودي في هاللحظة هذه يعني نحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة الأمن والأمان اللي أتاحت لنا فرصة لإقامة مثل المهرجانات. في نفس الوقت ودي نستذكر ولا ننسى بطولات شهدائنا وأبطالنا في الحد الجنوبي. أيضا بس نعم قيمة هذه المهرجانات. أما بالخصوص على سؤالك، إنه ما في شك إنه بالسابق كنا نطالب بالأشياء هذه، والحمد لله يعني اليوم شفناها تحققت من خلال إشراف الدولة. لأن شغلها لها يعني يكون لها تنظيم وترتيب بشكل واضح ومرتب ومؤسسي. ولا ننسى أيضا جهد الأمير مشعل بن عبد العزيز الله يسلمه ويخليه لنا في السابق، وجهد الأمير سلطان بن محمد أيضا في الفترات السابقة في إقامة المهرجانات للمزايل وتوصيلها إلى ما وصلت إليه. بالتأكيد أنه الأمير سلطان بن محمد من الرواد اللي حقيقة ابتكروا وقدموا الشيء الكثير لملاك الإبل، وهو بالتأكيد أكثر الفرحين بهذا القرار لأنه محب لملاك الإبل وداعم لهم دائما. صحيح، نعم، صحيح. ما في شك يعني هذه الفترات السابقة الأمير مشعل بن عبد العزيز حفظه الله وكذلك الأمير سلطان بن محمد حفظه، يعني كلهم قاموا بدور يعني مدة 15-16 سنة لغاية
المستهدف إلى مرحلة يعني واضح المقاييس والمعايير فيها، واختلف الوضع تماما خلال 16 سنة الماضية. نعم سمو الأمير، الدارة في وقت وجيز وكل لها الأمر، خلال 3 شهور عملت هذه الآليات وعملت هذه الفعاليات، كيف ترى جهدها ودورها؟ والله يعني الحقيقة أول شيء يعني تكليف الدارة في المهرجان كان يعني في محله، لأنها تعنى أول شيء جائزة تحمل اسم الملك عبد العزيز وكذلك الدارة، وثاني شيء هذا شيء يعني له التراث والدارة تعنى بهالشيء هذا، وتم توحيد المملكة على ظهور الإبل، فأيضا هذه كلها في علاقة طردية مع بعض لارتباطها بالدارة. أما خلال الثلاث شهور الماضية صراحة اللي صار عمل جبار ولا يعني يستهان فيه أبدا أبدا، والله يعينهم يعني. نعم بالتأكيد مستبشرين في الأعوام القادمة أنه حيكون أكثر وأكثر بإذن الله. ما في شك يعني أكيد أنه أول سنة يعني في النسخة الأولى واضح أن التنظيم حيكون استثنائي ومميز، وما في شك أنه حيكون في تطوير في السنوات القادمة، لكن إلى الآن اللي واضح أنه استثنائي ومميز وأنه أصبح أفضل مهرجان تنظيما على مستوى الخليج. كان مهرجان الملك عبد العزيز سابقا أكبر مهرجان في دول الخليج، لكن الآن بيصير الأكبر والأفضل تنظيما بإذن الله. سمو الأمير بتشارك العام هذا ولا لا؟ والله فيه نية يعني، إحنا أنا سجلت في فرديات الحمر وفرديات الشكح. نعم. والنية موجودة، ويعني يعني بإذن الله يكون في مشاركة يعني إن يعني خلال الأسبوع القادم هذا بيكون في تقرير. نعم أنت تقريبا أكثر المستبشرين بلون الشكح. نعم صحيح، تذكر يمكن في السنوات السابقة. نعم أنا كنت من أشد المطالبين في إضافة شوط للشقح، والحمد لله أيضا هذا استبشرنا فيه السنة هذه وتحقق يعني. نعم سمو الأمير نتمنى أن الوقت يطول معك كثير، لكن بإذن الله ما راح إن شاء الله نفتقدك في الحلقات القادمة، لأنه أنت من الناس اللي دائما اقتراحاتهم وأراءهم يحرص عليها المنظمين في المزاينة طال عمرك. لدي الزميل سعد بن ملفي بيسلم عليك وعنده عدد من الأسئلة. مساك الله بخير طال عمرك. يمسك بالنور يا هلا وسهلا. شلونك الأمير فواز؟ إن شاء الله بخير. الله يحفظك يطول يا مرحبتين. الساعة المباركة اللي شفناك اليوم أو سمعنا صوتك أهم شيء. الله يحفظك، كلك بركة وكل بندر بركة وقناة البرقاب أيضا كلها بركة اللي جمعتنا مع بعض. الله يطول عمرك ويطول عمر المعازيب اللي افتحوا هذا المهرجان القيم، المهرجان اللي يمكن يكون أحسن مهرجان بدول العالم إن شاء الله كلها. بإذن الله بإذن الله بإذن الله. ونشكر لك مشاركتك وهذا دعم للمهرجان، مشاركة أصحاب السمو طال عمرك. الله يحفظك يطول عمرك. احنا أيضا ما نستغني طال عمرك، أنت عد خبير في تنظيم المهرجانات وأكيد بتثرينا من خلال هالبرنامج مع الأخ بندر بتثرينا برأيك. الله يحفظك. احنا حاضرين طال عمرك وأبو نايف يأمر أمر طال عمرك، الله يطول عمرك وياه. الله يحفظك. شكرا طعمه. شكرا سمو الأمير فواز بن ناصر السعود، كل الشكر لك يا سمو الأمير. طبعا الأمير فواز بن ناصر كما أسلفت هو أول من شارك في جائزة الملك عبد العزيز من أصحاب السمو الأمراء، نتمنى له التوفيق وعنده نية للمشاركة في لون. لا يستاهل، هو من المطالبين بالشقح فعلا. حتى نعم يكلمني وأنا بالكويت عدة مرات يطالب بالشقح. وفعلا كان متحمس للون الشقح وكان يشجع ملاك الشقح، لأنه الشقح كانت يرى ملاكها أنه مهضوم حقها شوي، ولكن البركة في الدارة في أنهم أنشأوا هذا اللون. شوف التسجيل كم العدد أبو نايف الحين، العدد هايل مو بسيط الشقح، لا في 50 ولا في 100 ولا في 3. نعم. عدد مو بسيط 19 عصا 3 يعني ما يصدقون هالملاك البل الصفر والشعل والوضح ان الشقح تصير بعد هذا. لا وشارك فيها الامير سلطان بن سعود والامير فواز وفيه امراء عندهم فرديات. نعم. الله يوفقنا وياه. نعم طيب انت كيف تشوف اليه التسجيل من الداره انه وفروا على المشارك عناء الحضور مثلا للمقر، هنالك اللي موجود في الشمال واللي موجود في الجنوب واللي موجود في الشرق واللي في الغرب، خلوا الواحد يسجل من بيته عن خلال الموقع، يسجل من بيته وتجي ودخول
الزراعة في هذا العام وفحص الإبل عن ما كان يردد إنه الإبل فيها كورونا أو فيها وفيها. الحمد لله شفت الفحص الحمد لله هذا أهم شيء، الفحص طال عمرك برا الإبل مرض كورونا هذا دليل إن الإبل طال عمرك بريئة من كورونا، وطلبنا وحكينا والقنوات كلها إن الإبل ما فيها مرض كورونا والحمد لله. بس اللي نرجوه منهم أنهم يفحصون المفاريد ويدخلونها مع أمهاتها، لأن أبو نايف بالنسبة للمية يدخل معها 10 مفاريد، الخمسين يدخل معها 5، الثلاثين يدخل معها 3، وبعضها تشترى بالملايين. ليش ما يفحصونها عن مرض كورونا وإن شاء الله أنها مثل أمهاتها اللي سليم من مرض كورونا وخلونا تدخل مع أمهاتها؟ الحين بيفحصون الحيران، الحيران أصغر من المفاريد. هذه خلني بقف عندك، أنا بأجزم لك ولا أنا في صف الدارة علشان أني أبرئ ساحتهم ولا، لكن أجزم لك أنه الدارة تستمع لكل الآراء، تستمع لكل المقترحات، اجتمعت بملاك الأبل لأكثر من مرة وأخذ آراءهم، اجتمعت بعدد من أصحاب النظر، اجتمعت بالإعلاميين، وليس لديها أي حساسية من أنه نطرح عليها اقتراحات ونقول لهم يا الربع الشيء هذا ترى أنتم نبيكم تكملونه شوي. أنت الآن المأخذ اللي أنت ترى من ملاك الإبل يبغون أنه هالشيء يصير؟ نعم. أنا قلت للدكتور فهد السماري قابلته وقلت له الشيء هذا. نعم. قال وزارة الصحة، قلت يفحصون يا دكتور فهد، خليهم يفحصون، إذا هي مريضة يستبعدونها، إذا هي سليمة يدخلونها. الناس تشتريها بالملايين. طيب أنت تبغى يدخلون كل مفاريدها معها؟ إي نعم. البل. نعم يفحصونها، فيها مرض يستبعدونها، حتى المرض حتى يضر صاحب الحلال ويضر اللي يمارسون الحلال كلهم. بالمسامة دام أمهاتها سليمة من مرض كورونا والحيران بتفحص، وش يمنع المفروض؟ المفروض أكبر محور، المفروض صار لها سنة تفحص وتدخل مع أمهاتها. طيب وتخليها مكملة العدد أمهاتها. أي أنت ما أجبتني على آلية التسجيل، كيف ترى آلية التسجيل من خلال مواقع الإنترنت وتسهيلها على ملوك؟ أنا أقول التسجيل طال عمرك في خطأ، ها؟ في خطأ التسجيل. أي الكمبيوتر ما كل واحد يعرف له. نعم. بعضهم لا كل بلطع عمرك بالجنوب وبعضهم بالشمال أثناء التسجيل. أيه. ولا دروا عن التسجيل حتى انتهى. نعم. لو حاطين طعم مكاتب مثلا في محافظة الرماح أو في شرق الرياض أو في أي مكان مكتب يتصلون عليه اتصال ويعطيهم رقم بطاقته أو يحضرون له. هذا رأيك أنت تقول الكلام هذا. أيه؟ لكن أنا اللي سمعته من ملاك البل كثير يقولون الله يجزاهم خير الدارة، قصروا علينا عناء السفر وقصروا علينا التعب في بيوتنا ونسجل. وأعتقد إنه ما عليه اللي يعرف أبو نايف أبو ناصر. نعم. أعتقد إنه ما هو عذر الآن، ما فيه بيت ما فيه نت، ما فيه بيت ما يعرف صاحبه. لا لا إذا كان الرجال رعل بالرجال الكبير. قلت طيب في شايب ما يعرف بعد، شايب عنده عيال يعرفوا له ما يدري في البر هو ما درى عن التسجيل. يبي يتصل تلفونيا يا فلان يا أبو نايف سجلني أنا بلي عددها 100 ولونها كذا واسمي كذا ورقم بطاقتي كذا، أو يحضر ويأخذ الوصل تكون أهون عليهم. ثاني شيء لو أعلنوا والجوائز قبل انتهى التسجيل شافوا أعداد هائلة غير الأعداد هذه. أي. ونشكرهم جزيل الشكر على الجوائز هذه. الجوائز كيف تشوفها؟ الجوائز قيمة مغرية مغرية، وحنا نطلب منهم أكثر بعد لأن عشمنا فيهم. أي. حكومتنا أكثر بدل لفتتهم وانتباهتهم للبل، نبيهم يدعمون أكثر ويدعمون الإعلاف. الناس مضرة أبو نايف من الإعلاف. الإعلاف موضوع ثاني، إحنا نتكلم في مجال المهرجان الآن. كله ويظل وجهك إنه تتكلم. نعم. في جانب معين. كله. نعم. كله الإعلاف طعمك مكمل المهرجان. الإعلاف كل شيء نزل أسعارها، الإعلاف لا زالت ثابتة. وغير صحيح هذا، المفروض أنهم ينظرون للمربين، ينظرون صغار المربين، هم يشوفون اللي يشترون الملايين في صغار المربين ما يقدرون يعلفون. طيب جزاك الله خير على هذه اللفتة لصغار المربين. نعم. وبالفعل لكن أرجع لآلية التسجيل وبداية الانطلاق وبداية تكوين هذا المهرجان في وقت وجيز، والمنشآت الكبيرة جدا جدا اللي شاهدناها، والعمل الدؤوب اللي حقيقة يشكرون عليه شركة أرامكو وكذلك شرف الدار. أنت قبل شوي قلت لو أنه في ناس اطلعوا على الجوائز لكان العدد أكثر وأكثر. نعم. برضو في هنالك من يقول لو أنه كان فيه خبر قبل كان جو المشاركين أكثر. نعم. الخبر جاء متأخر. طيب الأعداد اللي رأيناها الحين أكثر من الأعداد اللي كانت في السابق؟ لا مية أكثر. تقاربها أو أقل بعد. الدليل طعمك عندك المئات قليل أعدادها. أنت تتكلم على الجمل. الجمل طبعا. نعم. لأن الجوائز لو هم دارين الناس طبعا سجلوا كلهم، في ناس ما سجلوا ويقول لنا السنة ما أدري
عن جائزة عبد العزيز تنجح ما تنجح، الحمد لله ناجح بجميع المقاييس بالتأكيد. والقائمين على المهرجان يشكرون، ولكن لو أعلنوا الجوائز قبل بدء التسجيل وثاني شيء حطوه فترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع صار فيها أعداد هائلة للتسجيل، وصار في حركة مشترى وبيع، هذه حركة اقتصادية مي بسيطة تهم الدولة، أهم شيء حركة اقتصادية ما تهم لك البلبس، تهم الدولة كذا دخول أموال وطلع أموال، شيء مو بسيط للدولة. هم يشكرون على العموم وتشكر الدارة على جهودها المميزة وعلى إدارتها اللي لا يستغرب منها هي باسم عبد العزيز وجائزة عبد العزيز، ونشكرهم جزيل الشكر. نعم، عمل الدارة خلال هالوقت البسيط تشوفه وفر كل متطلبات هالشريحة أو أنه فيه أشياء باقية تتمنونها منها؟ بالنسبة للبل قياساً بالوقت اقول بالنسبه للبل طول عمرك يعني احنا لو سالين قلنا لسه لا تحطوه ما في وقت اشتله. نعم والحمد لله حطوه وفيه وقت وبيخلص، بس هالحين المهرجان لا زال مستمر والبنيان لا زال مستمر وشبوك البل جاهزيتها شبه جاهزه ان شاء الله، يجي يوم 20 ويشوفون كل شيء جاهز وان شاء الله يشوفون شيء يثلج صدورهم ان شاء الله نقول. نعم طيب، انت من خلال جلساتك مع ملاك الإبل وصحبتك الملاك الإبل ما شفنا أحد تأخر من الأسماء المعروفة ولا الأسماء اللي أخذت النخب هذا العام إلا لأسباب مثلاً؟ واجد ناس ما سجلوا، وفي ناس اللي عندهم أسباب بعد، في ناس عندهم أسباب. طيب الأشواط المضافة في هذا العام كيف ترى، مثل المرصص ومثل السن ومثل ما حطوا مرصص السنة دي؟ ما عشر البيارق المفروض في عشر بيارق، ايه المفروض الفرديات كل سنة بسنة، كل سنة المفروض البعير وانتاجه، ايه المفروض في 30 مشترى، ايه ما حطوها السنة، ايه لو حاطين 30 مشترى شفت البيع والمشترى والناس عينوا خير وباعوا واشتروا، بس السنة هذه نقول ما عندهم وقت انهم يجهزون او يخلصونها، بس ان شاء الله وعدونا خير. شلون 30 مشترى؟ الحين فيه 50 فيه 100 وفيه 50 ولا فيه 30 مشترى، فيه 30 تلات كان في جائزة عبد العزيز. طيب ال 50 مشترى وال 100 مشترى، وليش احط 30 مشترى؟ ال 30 يشترون مشترى غالي لانهم بيجهزون 30 مميزة، هم حطوا للتلات 30 جزاهم الله خير وبيض الله وجههم، والمشترى يشترون في ال 50 ويشترون في ال 100، ولكن بعد 30 لهم حق، الناس في بعض الناس ما يقدر ال 50 ولا يقدر ال 100، يشتري ال 30 وتلقى مشترى ال 30 اقوى من مشترى ال 50 وال 100. وهالسنة في حركة مشترى، شفت المشترى الحين في الوضح وفي الشعل وفي الصفر مشترى مو بسيط، وفي الشقح بيض الله وجه الأمير سلطان مسعود اشترى مشترى هاي. نعم. طيب البعير وانتاجه ما حطوا هالسنة هذه، حاطين جذع، ايش معنى جذع بعير حاله؟ هذا اللي هم منتج البعير هذا، المفروض انهم حاطين من حق ولقي إلى جذع وحاطين البعير وانتاجه. البعير وانتاجه يفحصون فحص الدي ان ان ويثبتون ان هذه بنات البعير هذا. هذا هو الصحيح، وهذا تصير جوائز قيمة أعلى من جوائز حتى المية. طيب إحنا ما نترك لهم العذر شوي إنه الوقت أكيد داهمهم، لا عادرين، لكن إن نطالبهم مش نقول ترى مفترض أنكم سويتوا كذا ولا أنتم قصرتوا بكذا ولا لا، أعتقد إنه 3 شهور ويعملون الأشواط هذه الكثيرة أنها فيها شوية ما عليهم صعبهم حقيقة. ولا تأمرنا ولا المشرف على المهرجان الدارة ما عليهم صعوبة، ولكن الوقت صح وانت قلتها قبل شوي، قلت معذوري الوقت السنة هذه معذوري، سألونا قلنا ما يمديكم. نعم انه خلوه في العام القادم. طيب ابرز الاسماء في هذا العام اللي انت مطلع على انها تشارك فيه؟ ملاك البل. من ملاك البل؟ نعم والله كله واجد ملاك البل، مثل خلينا نتكلم عن اللون الوضح. الوضح طول عمرك فيها عمير القحطاني في المية. نعم. وفيها بمجيهير وفيها ناس واجد والله ما تحضرني اسمها، ما بعد احد وخلي احد وبعد يزعلون البدو وعاد يدورون الواحد يدور فيه. بن فريج وفيها بن فريسان وفيه وفيه بن دهيمان وفي ناس واجد في بن دهيمان كثير يعني احنا ما ودنا نذكر بعضهم. نعم. طيب عددهم كم وصلك عدد اللي مشاركين في الوضح؟ المية كلها 9900 مشارك من جميع الالوان. ايه؟ يعني عدد مو بسيط، 9900 مشارك مقارنة بالسنوات الماضية. والله تقريبا حول العدد تقريبا او اقل شوي، اقل من الان يعني هم بعضهم على السنوات الطافيه يسجل حتى عندنا في الكويت 30 40 ولا يحضرون القليل، بس السنه هذه بيحضرون. الجوائز قيمه ترغمهم لازم يحضرون وتنافسوا. طيب خلينا نرجع للشراكه مع الداره اللي هم
وزارة الزراعة والعمل اللي قاموا به أنهم يزورون ملاك البل في أماكنهم ويسجلونها ويحللونها ويضبطونها في وقت برضو وجيز. نعم نعم. ويحطوا شرايح. كيف ترى دورهم؟ لا 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 يشكرون عليه. يشكرون عليه في وقت وجيز ويجون البل ويحللونها ويحطون شرايح فيها. البل مشاركة. وبيض الله وجيههم اجتهدت لا وزارة الصحة ولا وزارة الزراعة يشكرون. نعم. بس الحمد لله انهم ما لقوا مرض كورونا هذا اهم شيء. نعم بس. بالتاكيد احنا نقدر ونشكر جهود وزاره الزراعه وكذلك وزاره الصحه والجهات المشاركه والمعنيه في هذا المهرجان، ونتطلع ان شاء الله انه يكون هذا المهرجان كما يتطلع له خادم الحرمين الشريفين انه يكون تظاهره وطنيه محط انظار العرب والعالم بشكل عام، لانه هذا ارثنا وهذه اصالتنا، وهذه حتى الموقع موقع اللي اختاروه الدارة له دلالات كبيرة جدا، وهو كان ملتقى قوافل الملك عبد العزيز لتجهيز الجيوش لتوحيد المملكة العربية السعودية. هذا حقيقة تشكر عليه الدارة كل الشكر والتقدير أنها اختارت الموقع موقع ذو دلالة. نعم الروحية. نعم. وتجميع جيوش الملك عبد العزيز في توحيد هذه البلاد الطاهرة كان من هذا الموقع. معنا اتصال يا أستاذ محمد. معنا الشيخ فهد بن فريج أشكره الدوسري. مرحبا يا أبو فريج. يا هلا يا هلا. مرحبا مرحبا. أسعد الله مساك بكل خير. يا مرحبا الله يمشيكم برضى والعافية. الرجل المثالي في جائزة الملك عبد العزيز حياك الله معنا. الله يبقيكم ويبارك فيكم. أنت حصلت على المشاركة المثالي في سنة من السنوات في جائزة الملك عبد العزيز. صحيح ونحمد الله ونشكره. هل الرجل ولذلك سم؟ لا بفضل الله ثم من سمو الأمير مشعل بن عبد العزيز الله يطول عمره ويمد حياته. وأنت تستاهل يا بن فريج. وأنت تستاهل. وانت تستاهل يا ابن فريج. ابن فريج كنتوا تطالبون ان المهرجان يكون تحت مظلة الدولة، وهذا هو خادم الحرمين الشريفين يلبي مطالبكم، كيف ترون وكيف هي مشاعركم تجاه هذه الاوامر؟ والله مشاعرنا كل خير وكل بركة، والله يطول عمره واعوانه واولاده ووزراه، هذا شيء يثلج الصدر وفرح افراح المواطنين وبعث فيهم روح المعنوية، والحمد لله، وهذا شيء من صالح المواطن ومن صالح البياع ومن صالح المشتري، هذه ثروة اقتصادية تنفع المواطن وتنفع البلد وتنفع كل من إنسان له رغبة في البيع والشراء في الإبل. الإبل هي أساس كل شيء، هي اللي قامت باقتصاد المملكة من على سنوات الماضية قبل البترول، كلها خير وكلها بركة. نشكر حكومتنا الرشيدة ورجالها المخلصين، ونشكرهم على خير هذا الموقع المناسب اللي مناسب للطرق ومناسب نقول المدن، فهذا شيء الحكومة المواطنين يدعو للحكومة ويدعو لرجالها المخلصين. نعم ابن فريج، ولوها لإدارة الملك عبد العزيز و في وقت وجيز عملت الآليات وطريقة التسجيل والموقع وكل هذا، أنت كيف ترى؟ والله أرى كل خير ونشكرهم ونشكر سعيهم الطيب، رجال متعلمين وفاهمين وكرسوا الجهود، الحقيقة ما توقع أنهم ينجزون هذا الإنجاز في هذا الوقت القصير. نعم. ويشكرهم على كل حال. أما الحكومة المواطنين يدعو للحكومة، يدعو للرجال المخلصين، وهذا شيء طيب. البلا يا طويل العمر هي أساس المملكة وهي أساس اقتصادنا قبل البترول وقبل كل شيء، ولها مساهمات طيبة يجب ما ينسونها ولا ينسون ما قدمت لهم من خير لسوق النخيل وزرع الزرع وتعتبر سفن الصحراء ومساهمتها في الغزوات الإسلامية واخر ما حرض على الملك عبد العزيز طيب الله وثراه. نعم. الفترة ما هي بسيطة. نعم. وترى عايشين على شريحة من المجتمع، لا لهم رواتب ولا لهم شيء. حقيقة البل مهما عملها ما يلحقون معروفة. نعم.
ولكن هذا الحمد لله رب العالمين، الحكومات الرشيدة راية بشعبها ومواطنيها وتسعى فيما يسعدهم وما ينفعهم. نعم. ولت رجالا يد أمينة متعلمين وأمانين، والله هذا أخوي شيء طيب. نعم. البل قدرات قبل شهر لا يشرى ولا بيع، ومن شهر واحد والدعوة من ذاهبة، البل راحت وصلت أقام طيبة وباع وشرى وعين وخير الحمد لله. هذا طيب. شيء والله يا أخي نشكر حكومتنا ورجالها. نعم. المخلصين نكرر شكرنا. نعم. وعلى راسهم الملك عبد العزيز. نعم. ولا ننسى ما قدم سمو الامير مشعل. نعم. ابن عبد العزيز. نعم. الله يعطيه الصحه والعافيه. نعم. اللي اسس هذا الموروث، هذا موروثنا وهذا طال عمرك تراثنا الحقيقي. طيب ما تنطوي على مزاين، تنطوي على جيش، وتنطوي على نقل بضائع في قدم الزمان. نعم نعم يا ابن فرج. لحومها والبانها واشعارها. نعم ترى بكل بركه ابن فريج من اخواننا المتعلمين الفهمانين ان يكون في صف البن والجميع ما يسهل طرقها وما ينفعها. نعم ابن فريج، انت بتشارك السنه هذه ولا لا؟ ان شاء الله من يوم سمعت النبأ وانا اجي كرس جهودي وبذلت كل ما املك. كفو مساهمتي وطني وفي موروثي. كفو كفو يا ابن فريج. وش تقول لزملائك وربعك واخوياك المشاركين في هذا العام، وش تقول لهم؟ وش هي وصيتك لهم؟ اقول انا بارك لهم وان الله يهديهم ويتعاونون بروح رياضيه ووطنيه. نعم. ويقول في جميع ما يفكنا من الضباب والفوضى اللي ما تصلح للجميع، والتقيد بانظمه الدارة. نعم. وجال الأدرب يا الله وجيهم على رأسهم الدكتور رائد السماري. نعم. وزملاه. نعم. مشكورين وبكرسوا جهودهم ليلا ونهارا. نعم. والحمد لله جميع الصعاب. نعم. اللي وقفت في طريقهم. نعم. والله يا أخي نكرر شكرنا وتقديرنا لهم. نعم. هم اجتمعوا بكم يا ملاك البل وخذوا وراكم واقتراحاتكم؟ اجتمعوا بنا وناقشونا في مسألة مهمة. نعم. لو ما حلاها كان لحق أهام. نعم. وغرام. نعم. اللي هو فرد الحوار من أمه. نعم. ولا الخلفيات اللي بتصير على لبل من الحينة والوريم. نعم. والله لو ما عملوها يتحسبون ما عملوا. نعم. لو ما عملوها وخلوا الحوار مع أمه على أن تنعكس على انعكاس كبير. نعم. أن تكون طال عمرك حنين ورنين. نعم. وواقع الصدر. لكن الله هداهم وعانهم وفكروا في هذه المشكلة وحلها الله يحل مشاكل. نعم. مسلمين. نعم. هذا تأكيد على أنهم يستمعون للرأي وينفذون الأفضل من الآراء والأنسب واللي يخدمكم جميعا. معي طول عمرك الأستاذ سعد بن ملفي السبيعي وبيكلمك طال عمرك. تفضل. مساك الله بخير أبو فريج. مرحبا مرحبا. وشلونك طال عمرك؟ عساك طيب. طيب إن جعلك طيب ويشرك الحال من كل حال. وشلون الذود؟ نحمد الله ونشكره. سجلوك في الشقح وانت راعي وضح معروف، اخطأ وخطيته ما بسيطه. الحق يغلب ولا الحق يعني ولا عليه. الحمد لله ما قصروا. عمرك جاهل يحسبون الشقح هي الوضح. ما عليه ما عليه كله واحد طال عمرك. اقول ابي ثابت عندهم من 10 سنين وفي تاخر الجواز ووضح. نعم نعم انت معروف الرجل المثالي في الوضح وفي جميع الانواع. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجه الجميع ويشكر سعيكم ونشكره قناه المرقاب اللي تحتنا التعبير. مرحبا والله. فرحوا بهالمواطنين والملاك الابل. مرحبا مرحبا يا بن فريج، كل الشكر والتقدير لك. الله يشكر سعيك ويطول عمرك يا اخ بندر. تمس على خير الله يحييك. نشكر جميع القنوات كلها اللي تتابع الابل وتتابع مشاكل الابل. نعم. ونشكر الجميع كلهم من ساهم ومن حضر ومن استمع. تسلم تسلم يا بن فريد، شكرا جزيلا لك وتصبح على خير. يا مرحبا انتم على خير. يا مرحبا يا مرحبا، شكرا جزيلا. نعم شكرا. طبعا الشيخ ابن فريج انا قلت لها المشارك المثالي. نعم. هي استحدثت في سنه من السنوات في جائزه الملك عبد العزيز وكانت فعلا جائزه مميزه. انا اتمنى على الداره انها تحط. نعم. تحط في هذا العام المشارك المثالي. نعم.
نعم، اللي يلتزم بالتعليمات ويلتزم بتوجيهات اللجان التنظيمية واللجان الأمنية والتحكيمية. المفرج ما يعارض على شيء، يقبل نتيجة بصدر رحب. نعم. معروف عنه، بيض الله وجهه. وهذا هو في النهاية أصبح لدينا وعي، يعني نعم، من خلال السنوات الماضية تغير الناس واجد. أصبح هنالك وعي كبير من ملاك الإبل، وأصبح هنالك رضا وقناعة ب النتائج التحكيمية. ونعتقد أن الدارة في هذا العام عملت جهد كبير في عملية اختيار اللجان اللي راح تشارك. الله يوفقنا وإياهم، وإن شاء الله يختارون الرجال اللي ضمائرهم طيبة وانظارهم طيبة إن شاء الله. نقول نعم. نعم، معنا اتصال أستاذ محمد. نعم. طيب، إيش المهرجانات المصاحبة؟ ايش اللي شدك فيها؟ هنالك سوق تراثي، وانا قلت في بدايه الحلقه انه ما راح اسردها لانه احنا في تقارير كثيره قرضنا، في سوق تراثي، في سوق داخلي مختص بالاسر المنتجه والاشياء التي تهتم بذوي الدخل المحدود، ومنها فائده للزائر وللبائع في نفس الوقت، توفر له جميع احتياجاته مثلا للزائر. وفي سوق خارجي هو يوفر اشياء كثيره مما تحتاجه الإبل. كيف ترى هذا الترتيب والتنظيم؟ لا، تنظيم لا يعلى عليه، حتى في أسواق داخلية طول عمرك، في أسواق للباعة، في أسواق أغنام، في أسواق إبل، في أسواق للمشتريات الثانية، فيه هذا مطابخ الملاك الإبل، يعني رماح يبعد عنهم شوي في الطبخ، فقالوا نحط لنا مطابخ ثابتة عنده داخل الدار. وهذا شيء جميل، كله تحت رقابة صحية من سواء من أمانة مدينة الرياض ومن وزارة الصحة وكذلك الجهات الأخرى المشاركة، أنه تعمل المبيعات تحت إشراف، يعني سواء الأسر المنتجة وما تنتجه وتبيعه للمشارك، أو حتى المطابخ والأكل الموجود هناك راح يكون بشكل منظم للدارة. أرجع لعدد الجوائز، عدد الجوائز تقريبا 114 مليون للمشاركين. شيء مو بسيط، يشكرون عليه، وحنا ونطلب منهم الزيادة بعد. إحنا إيش عادي راعي البل يأخذ له مليون؟ يأخذ مليون، هو تعبان وشرب الملايين. الحين فيه اليوم بدون رعاية، فيه رجل مشتري له الحين بـ25 مليون قبل بارح، واليوم يقول شارين 10 مدري 9 ما أدري عاد كم مبلغ شارين. من هو؟ ما دام أنك قلت فيه رجل، خلنا نسمع صفقات المشتري. صفقات مهي بسيطة، هذه مش من هو اللي اشترى اليوم أول بارح بـ10 والله حد يقولون حنس بالخيل شرى له 10 على مليونين. نعم. من عبد الله الغادر، وشرى 5 بعدهن تقريبا على مليون، يقال لا يحسبونها عليه بعد. لا وإنه اليوم يمكن شرى من هذه أخبار علوش بن حيان وكذا. أنا أقول لك أخبار مؤكدة أنه مؤكدة. حسن فالله يبارك للبايع ويبارك الشاري، اشترى بهالأرقام. نعم. والله يبارك للبايع، يعني لا تكثرون مليون جايز المليون في البل وهي بالسعر هذا. عاد وش تبون؟ تبون 100 مليون؟ عاد أنتم تكلمون 100 مليون، هذه رمزية. وأنا أعتقد أنه كل المشاركين لا يشارك لأجل أنه يأخذ له جائزة مالية. نعم نعم، يعني بس في طول عمرك ناس صدقني أنه يلا يقدر يعلفها، ولما تجيه جائزة يعلفها للسنة الجاية أو 6 شهور تنفع. خلينا ناخذ اتصال الرجل الاعمال الشيخ ناصر بن فنيسان السيحاني. مرحبا يا ابو نايف. ابو نايف مساك الله بالخير. مساء الخير استاذ بندر، سعد الله مساك بكل خير ويا هلا وسهلا. حياك الله استاذ، مساكم الله بالخير جميعا. مرحبا يا ابو نايف. يا هلا والله ويا مرحبا بالجميع، متشرفين فيك. وانت طبعا اسم في جائزة الملك عبد العزيز، فاقدينك لك فترة، والحين مرحبا ومسهرا. استراحة محارب. مرحبا. هل سيعود المحارب للميدان؟ بمشيئة الله. نعم. وأنت رجل يعني عصرت المهرجان في من بداية جائزة الملك عبد العزيز، الآن ترى النقلة. نعم. النوعية في هذا المهرجان، كيف تقيمها وكيف تراه؟ والله أولا المهرجان حقيقة عاد بحلة جديدة، والشكر طبعا موصول لخادم الحرمين الشريفين على إصدار أمره باستمرار جائزة الملك عبد العزيز رحمه الله. كذلك الشكر موصول للأمير مشعل طبعا، لأنه هو من تبنى هذا المهرجان بالسابق، وربنا يمسه بالصحة والعافية. المهرجان مطلب أساسي حقيقة للمواطن السعودي،
لأنه يهدف حقيقة إلى غرس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي وكذلك العربي. طبعا وهو يوصل التراث ويعزز يوصل التراث ويعزز اللحمة، خاصة بعد أن أسندت إدارته إلى جهة مختصة حاليا وهي إدارة الملك عبد العزيز وإدارة الداخلية وإدارة الزراعة. حقيقة في توقع أنه حيخرج إخراج جيد ليس له مثيل وأنه حيرتقي إلى المستوى العالي، ونتمنى ذلك. الفعاليات، خلينا نبعد عن الابل شوي، الفعاليات المصاحبه لهذا للمزاين، خلينا نقول فعاليات نعم. كثر، كيف من خلال قراءتك لها كيف ترى كثرتها ومدى مردودها على المواطن بشكل عام؟ والله شوف فعلا مثل هذه الفعاليات او مثل هذه المهرجانات يفترض انها تكون يعني شامله لاشياء كثيره، الأساس اللي هو مزاين الإبل، ولكن يفترض أن يكون معها أشياء مأخوذة من التراث، وأن يفتح ذلك مجال عدة لأمور حقيقة تمتع المواطن أو الزائر أو المراجع لهذا المكان، بحيث أنه فعلا يجد كل ما يخطر على باله من ما هو تراثي الآباء والأجداد، ويعكس صورة برضو عن المملكة وعن تراث المملكة وعن الأمور هذه كلها. فنتمنى فعلا أن تتبنى الأشياء هذه وتزيد من الفرص أو الإمكانيات لهذا المهرجان وأن تدعمه بحيث أنه يرتقي إلى أن يكون مهرجان عالمي، وبحيث يستقطب زوار من كل أنحاء العالم بكامل من كامل الفئات والأقطار وغير ذلك. أبو نايف، أنت عرفت أنك تشارك في الخمسين، المعلومات اللي عندي يقولون أنك هالسنة هذه بتشارك بالمية، هي صحيح؟ مشيئة الله. نعم، مشاركنا السنة هذه بالمية إن شاء الله. أجل فعلا استرحت محارب، كنت الفترة اللي فاتت تجهز للمية، المية صعبة شوي يا أبو نايف. ما في شيء، أشوف الهدف حقيقة ما هو صعوبتها أو سهولتها، الهدف فعلا الواحد أنه يشارك وأنه دائما يطمح ل على ما يقول الارتقي لما هو افضل او الى الطرق لما هو افضل. نعم، انت بالتاكيد نتمنى ان شاء الله التوفيق لنا ولكل المشاركين. انت بالتاكيد ابو نايف اضافه مشاركتك حقيقه من الناس اللي يحرصون على التراث رغم مشاغلهم، وانسان يحمل فكر راقي، ودائما ما تتطلع انه يكون هذا المهرجان بالشكل اللي ان شاء الله نحن عليه الان. زميل سعد بن ملفي وعنده استفسار، تفضل ابو. مساك الله بالخير ابو نايف. انا استاذ سعد، شلونك طال عمرك؟ مبسوطين عينك يا استاذ سعد. الله يحييك ويطول عمرك، لنا الشرف باللقاء معك واللي مثلك طال عمرك. الله يطول عمرك. شلون البل ان شاء الله جاهزه؟ ان شاء الله. الله يوفقنا وياك، الله يوفقنا وياك. ايش رايك بالمهرجان السنه هاي طال عمرك؟ في التغييرات اللي حصلت فيها الجوائز، وش رايك في الجوائز بالذات؟ والله الجوائز قيمه حقيقه. نعم. وجيده وفعلا يفترض انها تكون دائما بالشكل هذا، وهذه تعطي دعم وتشجيع حقيقه لملاك الابل للتنافس الشريف وللتشجيع برضه. وكما تعلم يعني الان توجه الدوله في خاصه الرؤيه الجديده هي الارتقاء بما يخدم المواطن وبما يعود النفع المواطن بشتى النواحي. حقيقة أنا أرى أن جوادنا جيدة وأنها مشجعة حقيقة للمشاركة. نعم. شو رأيك المفاريد؟ يعني هي المطلب أو الأساس حقيقة لكل مشاركة. طبعا لا يخفاك ما يترتب على المشاركات من تكاليف، ولكن غالبية المشاركين حقيقة لا ينظرون للجائزة بقدر ما ينظرون لقيمة المسمى ولقيمة هذا المهرجان. الله يوفقنا وياك ابو نايف، وموفق ان شاء الله وفالك الفوز. كل الشكر والتقدير لرجل الاعمال الشيخ ناصر بن فيصل. يعني تفضل. انا عندي اضافه حقيقه ان تفضل يبو. اذا كان الوقت يسمح. تفضل تفضل. بما انه طبعا المجال مفتوح في حقيقه انه يعني نناشد الدارة بحيث ان فعلا لو انها تمكنت من تحويل هذا المهرجان او هذا المكان فعلا اختير بعنايه ويجري تصميمه الان
على أعلى المستويات العالمية بكفاءات حقيقة سعودية، أن يحول إلى حقيقة إلى مدينة ترفيهية للمملكة ولغير المملكة حقيقة، أسوة بالمدن اللي تجذب جميع الزوار من أنحاء العالم، بحيث فعلا يكون هذا المكان مهيأ في منتجعات وموتيلات، وفعلا لفتح المجال للأسر السعودية وللإمكانات السعودية، اللي فعلا المنتجات السعودية أنها تكون معروضة فيه، وأن يكون على مدار السنة حقيقة ما يبذل فيها الآن من جهد ومن خسائر ومن تطوير. فعلا أتمنى أنه لا يقتصر فقط على مزاين الإبل، أن يكون مدينة يعني يشار لها بالبنان على المستوى هذا. ونحن ننقل هذا المقترح القيم حقيقة للدارة، وتأكد وثق تمام الثقة أنهم يعملون بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين على ما يخدم المواطن ويكون في رفاهيته. ربما أن الفكرة هذه موجودة، ولكن تعرف فرصة أن الواحد أنه نوع من التذكير. تشكر عليها يا أبو نايف، وكل الشكر لك، وتمس على خير الله يحييك. هلا بالشكر، طال عمرك، بارك الله فيك. مرحبا. فكرة جميلة من أبو نايف أنه يتكلم عن أنه تبقى الفعاليات على مدى السنة وتصبح مدينة ترفيهية، هي راح تصير على مدى السنة مقصد لجميع دول العالم، تعكس حضارة المملكة العربية السعودية وكل وإرث المملكة وتراث المملكة للبلدان الأخرى، وهذا إن شاء الله ما يسعون إليه إن شاء الله. إن شاء الله الدار، بس السنة هذه يلا يجهزون الحين مزين البل، وهم مستمرين بالبنيان. نعم. البنية التحتية لازالوا مستمرين فيها. نعم. وإن شاء الله أنها فعلا أنها تصير أحسن شيء بدول العالم كله. نعم. إن شاء الله. ابن فنيسان كان يشارك في الخمسين وتوقف فترة، ومثل ما قال استراحت محارب، والآن رجع في فئة المية. أكيد راجع بقوة، ما يحتاج. أكيد. اللي قعد لفترة وطلع للمية أكيد راجع بقوة. فيه أكثر. الله يوفقنا وياه. وتنافس شريف. نعم. فيه أكثر من اسم متوقفين فترة ورجعوا. ما السبب في رأيك إنهم شافوا دخل في عمل مؤسساتي وتحت مظلة الدولة وأصبح نعم. بتنظيم قوي، أو إنه كانوا متوقفين ل التعزيز، يمكن للتعديل، ويمكن ولا الأمير مشعل الله يطول عمره ما قصر. نعم. 15 سنة أو 16 سنة هو واقف للمزاين، والأمير سلطان بن محمد ما قصر وقف للمزاين، ولين استعدوا الناس وشاروا وباعوا، والبل قبل ما لها أي قيمة أنت عارف. نعم. البل الحين نعم. ما شاء الله. نعم. كل ودك كل ما مرت بلت عين فيها يا ما شاء الله، هذه الطيبة إلا هذه الطيبة، كلها ما شاء الله تبارك الله. نعم. كلها من سبب المزاينة. نعم. هنالك رجال حقيقة لا ينسون، الأمير مشعل والأمير سلطان بن محمد. كذلك الأمير عبد العزيز بن مشعل، سعود بن مشعل اللي في الفترة الأخيرة نعم كان قريب جدا ما قصر من أبناء البادي والمشاركين في المزاين، وأتذكر أنه كان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل في مداخلة هاتفية معي في برنامج كان يطالب أنها تكون تحت مظلة الدولة. نعم. واعتقد انه دعم ملاك الابل في طلباتهم انها تكون تحت مظله الدوله باسم والده الامير مشعل، وكذلك الامير سلطان محمد بالتاكيد انه بدا في عمل هذه المزاينات لاهل الابل، وبالتاكيد انهم من اسعد الناس الان انهم يرون ما بذروه اصبح عمل مؤسساتي تديره الجهات الرسميه في المملكه العربيه السعوديه. وهذا صحيح. نعم. الاستاذ محمد معنا. نعم. الأسماء اللي مشاركة، أبرز الأسماء المشاركة في لون المجاهيم اللي مروا عليك، احنا تكلمنا على الوضع الآن نتكلم عن المجاهيم. واجد منهم طعمك بن مرسان، ومنهم مبارك بن شافي الهاجري، ومنهم حجر، ومن واجد الأسماء اللي بعضهم شارك وبعضهم غير مشارك السنة هذه. سنة أمس لقيت مبارك بن شافي في الطريق قبل تمشي من هي لهذه، قالوا مبارك بن شافي الهاجري متجه للمزاي. نعم. مجاهيم. في هذا العام لاحظنا عدد المشاركين من دول الخليج أكثر من الأعوام السابقة. لاحظت أول شيء يبون قرب المكان، وشان شيء يبون الترتيب، أحد المظلات الدولة تصير فيه ترتيبات أحسن، وجو من قريب والله يوفقنا وياهم وفالهم الفوز إن شاء الله بإذن الله. سبحانه. طيب. وليت الإمارات وقطر يسووا مثل السعودية ومثل الكويت، يحطون جميع الألوان. أيه.
احنا نطالبهم كذا سنه وان شاء الله فيهم البركه ان يحطون جميع الالوان، خلها تصير نحن بالتاكيد تنافس بين دول مجلس التعاون. نعم نحن في دول مجلس التعاون مكملين لبعضنا سواء في المملكه العربيه السعوديه او في الامارات او في قطر او في الكويت. اللي يعني ناقص مثلا شوط او شوطين في الامارات مرحبا ومسهلا بيلقونه ان شاء الله كاملا في السعوديه، واللي مثلا في الكويت ناقص بيلقونه يجون يلقونه في السعوديه، وكذلك الاخوه والاشقاء في قطر. نحن ما نعتبر الا مهرجان واحد هو مهرجان للخليج بشكل عام ليس للسعوديين فقط. هذا صحيح. وما يثلج الصدر حقيقه انه لما الاطلاع على عدد المشاركين من دول الخليج كان عدد مرتفع. الله يوفقنا وياه. مرتفع بسيط. نعم. طيب انت من خلال التجربه طيله السنوات الماضيه وانت في لجنه التحكيم ومحكم، لو اسالك سؤال استباقي، يعني احنا نقول المهرجان باقي عليه 10 ايام، ابسالك عن الالوان، توقعاتك في هذا العام ايش اللون اللي رايح فيه يكون فيه التنافس على اشده؟ باخذها في فئه، فئه المية ايش فئه اللون، فئه اي الالوان اللي راح تكون فيه شدة المشاركة أو التنافس؟ التنافس تقريبا طعمك السنة هذه في الشعر. الشعر لأن الدليل المشترى، المشتريات اللي توضح كذا. أيه. الصفر بعد فيها مشترى فيما طوي. بعد الشعر اللي راح يكون فيه تنافس طوي. الصفر أي وراها واضح فيها تنافس. الشعر أول شيء. نعم الشعر أيه. السنة ما هي بسيطة، والشقح طعمك فيه تنافس بعد ما هو بسيط. أي الشقح بين اثنين في تنافس مو بسيط والله يوفقنا وياه. اللي هو الشقح؟ الامير سلطان بن سعود والشيخ عبد العزيز موسى عبد العزيز الموسى. اي كلهم عندهم بينهم تنافس، كلهم عندهم ديدام هي بسيطه. الله يوفقنا وياه. شفتها انت ها؟ والله اللي شفناه واللي سمعنا عنه كلها بالطيبه. سام يعني هم طيبين كلهم. الشعلها تدخل لاول سنه والاول شوط وحتسحب الانظار وحيكون فيها التنافس قوي لهالدرجه؟ فيها تنافس قوي طول عمرك، الشعل طول عمرك السنه هذه بيصير فيها تنافس ما عمره صار في سنوات سابقه فعلا عمره صار التوقف هذا، اما السنه هذه جاي بقوه. اللي هو الشعل. الشعل. نعم. المجاهيم فيه مشاركين من دول الخليج. في مشاركين بس ما تحضرني اسمائهم. من الامارات. هل مشاركتهم حتضفي حماس اكثر وتنافس اكثر؟ طبعا هي اكثر عدد، المياه مجاهيم هي اكثر عدد في بين الفئات الثانيه. بيصير فيه تنافس مو بسيط. نعم. نعم. طيب احنا طبعا الفئات مثلا في الخمسين الاسماء اللي تشوفها في الخمسين في الوضح تحس انه حيكون بينهم تنافس قوي. بس ما اعرف اسماء المشاركين ما نقدر نظلم احد، بس كلهم ان شاء الله قويين. كلهم قويين والتنافس قوي، وان شاء الله ان الله يدلهم على اللجنه العادله ان شاء الله. نقول بس اهم شيء. نعم. ايش ابرز انت كمحكم، ايش ابرز معايير الجمال عندك وانت محكم للالبل اللي تجيك مثلا كلها جميل؟ البل يا ابو نايف الناقه طول عمرك اجمل ما فيها راسها اول شيء. نعم. لان راسها طول عمرك فيها خمس اشياء. ايش اللي تميز بالراس؟ فيه طول عمرك عرنون الخشم. نعم. فيه السبال. نعم. فيه فدغه الراس. فيها الأذاني، وبعدين ترجع للرقبة ومطلع الرقبة هذا اسمه الغارب، السنام، العرقوب، لون البرة، المعكرشة والملسة. أنت ذكرت لي السنام، السنام مش ميزة السنام اللي راح يكون فارق في الجمال؟ السنام طعمك اللي راجع على حجب وراء يصير غاربها مارق ورقبتها مطلعها مو منحنحة من تحت، ما يطلعها من فوق. لا جيتك هم يقول بدو تنها طرد جراد في السماء راحت الراس قال لا هذه الناقة. انا بس بشير الحاجه مهمه، انا اسال ابو ناصر لا تقولوا اني ابي اخذ المعلومه، لا انا بعطيك مياه انتم ولا انا اعرف المعلومات هذه ان شاء الله. في كثير من يشاهد يقول مثلا لا وش كل البدوي يعرفها، كل البدوي يعرفها. احنا نبي البدوي وغير البدوي كلنا نتثقف ويعرف ميزات الجمال فيها. نعم. والتحكيم طعمك في البل طعمك ما هي بتمر مرور الكرام. نعم. انت عندك 100 ناقة. لا تقول يلا راح يرعى البل، عود يرعى البل ووقف. وبش ما هو بصحيح، راح يرعى البل وعود يرعى البل ووقف في اللجنه وسط البل وعدوا طيبها وعدوا وساطها وعدوا رديها. تجي البل الثانيه نفس الشيء،
ولا صار في مقارنة بين ابل سعد وبندر جيبوهن البل خلينا تقارنهم ببعضهن يقرم عند بعضهن أو يمشي جنب بعضهن ولا لو تعدون ناقة ناقة عشان تطلعوا بنتيجة صح. برجع معك لميزات الجمال وال الآليات اللي أنت ممكن تتبعها وزملائك في لجنة التحكيم. ورحب برجل الأعمال الشيخ خالد بن صحن بن شوية. مرحبا يا بن شوية. مرحبا ومسهلا. مرحبا يا ابو نايف. أسعد الله مساك بكل خير. الله يمسيك بالخير والعافية. بداية نقول أحسن الله عزاكم وعزانا في والدكم ووالد الجميع الرجل الذي كان له الدور الكبير في المشاركات في جائزة الملك عبد العزيز منذ تأسست رحمه الله وغفر له شيخ غنيم صحن بن غنيم بن شوية من الرجال اللي كانوا مؤسسين في المشاركة في هذه الجائزة. أحسن الله عزاكم فيه. الله يقبل دعاك ويسكنها الجنة ووالديك وموات المسلمين جميعا. نعم. في هذا العام أنتم أبناؤه تشاهدون، والمعلومات اللي لدي أنه ابل صحن بن غنيم لا زالت على ما هي عليه وعلى طيبها وعلى تميزها في هذا العام، وأنتم ترون هذا المهرجان بالشكل وبالحلة الجديدة وبالتنظيم والعمل الكبير الذي يبذل، هل لديكم نية بالمشاركة؟ في البداية الله يحييكم أخوي بندر ومشكور على الاستضافة، والبل مثل ما تفضلت الله يسلمك على وضعها وعلى سنحها، كان راعيها موجود الله يرحمه وجنات النعيم. وهي الآن طال عمرك عند الأخ بندر بن صحن، هو اللي مدبرها هو اللي مسنعها والنخوانها الصغار وفي خدمة الله يطول عمرك. وبالنسبة للمشاركة هالسنة هذه لا والله ما عندنا نية طال عمرك، اولا الوفاة الوالد الله يرحمه، والشيء الثاني ما علمت الجائزة الا في الوقت متاخر، وان شاء الله مستعدين ان شاء الله للسنة الجاية واللي بعدها ان شاء الله. موفقين خير ان شاء الله. كيف ترى التنظيمات الجديدة والآليات المعمول بها في هذا العام؟ والله يا طويل العمر الصراحة شيء يذكر فيشكر، شيء جميل جدا واستعدادات وتنظيم على أحسن ما يرام، ونشكر حكومة خادم الحرمين على هالاهتمام وعلى هالبادرة الطيبة، ومتوقعين إن شاء الله السنة هذه بحكم ضيق الوقت مهما صار في نقص السنوات القادمة إن شاء الله بتكون أجمل وأفضل إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. وأنا أعرف أنك في البر والاتصال عندك شوي، عشان كذا أبغى الأستاذ سعد ملفي يبغاك ونبغى فرصة قبل والله يا أخوي بندر أني في رأس ضلع عشان الإرسال هالحين. الله يرفع قدرك ويعلي شانك. الله لا يهينك. سعد بن ملفي معك. الله يهيك. تفضل أبو. مرحبا أبو بندر. مرحبا يا أبو ناصر. يلا حيه. وشلونك طال عمرك؟ عساك طيب. خير الله يطول عمرك ويسلمك. وشلون البل؟ أبشرك بخير وبنعمة وتحت رزياتكم أنت والأخ. الله يطول عمرك. الله يطول. البل معروف طال عمرك ماخذ 8 سنوات النخبة، ولا بالمية بسيطة. الله يرحم راعيها. والديك ومستمعين الكرام. الله. وأول شيء طال عمرك نعزي أنفسنا في 3 ملاك البل الكبار، اللي هو الشيخ صحن بن غنيم بن شوية، والشيخ العيان الطهيمي، والشيخ عناد بن مكراد رحمة الله عليهم. توفوا وهم ملاك البل المعروفين رحمة الله عليهم. رحمة الله عليهم. فسيح. الله يرحمهم جميعا. ولا مات من خلف. أبشرك. نعم. وراه عيال الحمد لله. نعم نعم. كلهم وراهم عيال طيبين وماسكين مجرى أبوانهم وأجدادهم إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. الله يوفقنا وياك وبندر، وإن شاء الله نشوفك إن شاء الله. شكرا إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا أخوي بندر، وشكرا لأبو ناصر وموفقين، ونشكر الحكومة مرة ثانية وشعبهم طمعان فيهم أكثر من كذا. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا رجل الأعمال خالد بن صحن بن شوية، كل الشكر والتقدير لك. طبعا رحم الله والده ورحم الله العيان الطهيمي الشيخ العيان الطهيمي اللي يمكن قبل وعناد بن مكراز شهر، وعناد بن مكراز أسماء كانت من الأسماء المميزة من ملاك المميزين من ملاك هم قبل ما يكونوا ملاك قبل أشخاص في المجتمع لهم. نعم. المحبة. نعم. والتقدير من شرائح كبيرة، ولهم من الأعمال الطيبة والخيرة، وبعد ذلك لهم من المشاركات المميزة في
مهرجان جائزة الملك عبد العزيز. أستاذ محمد استعجل لنا في الاتصال المتبقي، بقي عندنا اتصال لك برجع لك أبو ناصر. طبعا الألوان تختلف، مزايا الجمال من لون اللون. نعم. إيش اللي مثلا المجهم وش تفرق به عن المغتر؟ أول شيء طعمك المجهم تفرق بلداني، تفرق بكبر العظم. إيش اللي التضاد هنا المجهم إذا صارت أذانيها حداد مرغوبة. مرغوبة. المغتر عكس. إيه. عظمها كبير مرغوبة في المجهم. نعم. وخفها كبير ولين مرغوبة في المغتر. نعم. 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 فذاك طول عمرك لا فيها لجنة طول عمرك دايم متخصصة في من هالمجاهيم هو الأحسن. نعم. تقول لهم لجنة اختصاصية تعرف المجاهيم صح، لأن المجاهيم تختلف عن المغاتير. أنت السنوات اللي فاتت كلها كنت مختص المغاتير. أنا كنت حكمنا المجاهيم 3 سنوات. أي. وبعدين قلت للشيخ ليش ما تحط عليها لجنة منها يعرفونها. وفعلا حطوا. نعم. لجنة. نعم. رياجيل أتقياء ورجال الحمد لله ونجحت. نعم نجحت. نعم. هذه الفكرة. نعم. نعم. طيب أنت كمحكم إذا جاتك إبل مثلا إبل كبار وإبل جل على ما قيل وجاتك إبل دق وتوها طالع، إيش اللي بتختارونه؟ وهي كلها زينة طبعا طعمك اللي يجمع عليها المحكمين، ولا المحكمين ما يجمعون الفطير طعمك ما حد يبيها. نعم. حتى لو انها فائقة ينقصون درجاتها. انت عمك تبي لك بنية حين ولا تبي لك عجوز؟ ما انا ما بلا بنية. لا 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 تخاف ما عليك العافية. هو طول عمرك الدق طعمك دائم مرغوب. نعم. البل طعمك البل طعمك ثنية ومثالث ورباع هذه بل صح. نعم. بس تجيك فاطرة طعم متلون عصابها لها طقطقة مو صحيح. نعم. لازم هذه تنقص درجاتها. نعم. لا جاني طعمك فتن طعمك يقول هاللون يحوم على على راعي الرحول هذا ولا تعين بعد في الممشى عين في الزين قدامك لو وقفت البطعمك فيها مزايا لا مشت ولا وقفت لا وقفت بانة الخنبة وبانة الرقبة اللي فيها ليونة ولا كذا تبين ولا عنجة تبين فيها ولا مشت زانت الناقة فلازم بعض اللجنة طعمك تمر على مرور الكراب خلها تمشي لا خلها تمشي وتجي توقف قدامي وبالنسبة طعمك راعي الرحول مربوط برئيس اللجنة عود يرعى الرحول امشي رعى الرحول مربوط ما الكلب ما له شغل لا جاء وقف بس اقسم وقف تفرج حلاله من بعيد هاللجنة واللجنة طعم كان اعتقد ان واحد حالف على المصحف انه ما يخون ضميره وانهم كلهم ان شاء الله ولا تهجن واحد بيحلف على المصحف ويخون ضميره يوفق الله مستحيل الحمد لله ما نزكي على الله احد لكن نعم. الغالب ان والسائد والمعروف لدينا ان من إذا حلف المحكم على. نعم. القرآن فأنت يا المشارك خلاص سلم نفسك له لا تطعن في نواياه أو ما إذا صار أنه ممكن يكون قل نظر ولا لو قصدهم مثلا في ظلم أحد الآن معنا رجل الأعمال الشيخ ماجد الحابوط المطيري مرحبا يا أبو غازي مرحبا الله يحييك يا مرحبا يا ابو نايف مسيت بالخير مساك الله بالخير ورضا يا مرحبا حيا الله السفير مطير الله يحييك يا ابو نايف ويبقيك لقب اطلقوا عليك محبيك في احدى المشاركات في جائزة الملك عبد العزيز وانت بالتاكيد تستحقه ولو ان مطير كلهم سفراء للعلم الطيب والمشاركات المميزة ما فيها شك تستاهل الطيب طال عمرك نعم الآن وأنت في فترة قريبة بعت جزء كبير من البل والآن أسمع أنك مسجل في المشاركة السنة هذه ما سجلت يا ابو نايف طيب كيف نعم. تشوف التنظيم السنة هذه وكيف تشوف إشراف دارة الملك عبد العزيز والعمل الحكومي والإشراف على هذه الجائزة الغالية في البداية أمسي عليك بالخير أنت وضيفك الأخ سعد بن بلفي أبو ناصر أمسيه بالخير ومسي المشاهدين والمتابعين خلف الشاشات أما بالنسبة لسؤالك يا أبو نايف بالنسبة عن إقامة المهرجان والسماح به تعتبر لفتة أبوية كريمة من والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ولا يستغرب عليه حقيقة حرصه الدائم في جميع ما يخص المواطن والتشجيع لهذا الموروث الأصيل وتعتبر رعايته الشخصية لهذا المهرجان هي الجائزة الكبرى نعم رغم الجوائز القيمة والثمينة التي ليس لها سابق
نعم. طيب الاليه، اليه التنظيم والتسجيل والتحكيم والفعاليات المصاحبه التي اقامتها الدارة كيف تراها؟ حقيقه تثلج الصدر يا ابو نايف، حقيقه لهم كلمه شكر وتقدير وعرفان للقائمين على دارة الملك عبد العزيز لمجهودهم الذي يبذلونه، المجهود الجبار لانجاح الكرنفال الكبير لهيئه التراث والثقافه والانشطه المصاحبه لهذا المهرجان. كما لا يفوتني ان اشير الى لتسهيل التسجيل من قبل ملاك الابل والمشاركين عن طريق الانترنت. نعم. واختصر عليهم الكثير من عناء السفر ومن جميع انحاء المملكه. نعم. ازين شيء انك وافقتني وعرضت ابو ناصر، ابو ناصر يقول لا لازم يحطون المكاتب ويتعبون عشان يسجل. ابو ناصر والله ما يستاهل اني اعارضه، لكن انا بعارضه في النقطه هذه لان ريح ملاك الابل وريح الناس من عناء السفر. نعم. يسجل هو في بيته يا ابو ناصر. نعم نعم. طيب نعم. الآلية والمناظر والمشاهد والتحركات ما شجعتك وبديت في المشترى من هالحين تجهز للعام القادم؟ ألا شجعتني وشجعت غيري يا أبو نايف. نعم حقيقة حقيقة شيت في الصدر يا أبو نايف. المهرجان والتنظيم شيت في الصدر حقيقة. تستاهل الطيب يا أبو غازي. وابو ناصر يبي داخل معك، تفضل. تفضل يا عمري. مساك الله بالخير يا ابو غازي. يا مرحبا يا ابو ناصر. شلونك طال عمرك؟ الله يحييك. المهرجان ناقص بدونك يا ابو غازي، اهم شيء انت. الصوت ابو ناصر، الصوت والله ما اسمعك. اقول ودنا انك تكون من ضمن المشاركين في المهرجان يا ابو غازي. جعلك تحيا باذن الله، ان شاء الله باذن الله، باذن الله يا ابو ناصر. ان شاء الله من الناس اللي يستاهلون انهم يشاركون كل سنه. تستاهل الطيب، تستاهل الطيب، جعلك تحيا يا ابو. الله يوفقنا وياكم، وفق ابو غازي. امين، وموفق خير ان شاء الله يا ابو ناصر. شكرا جزيلا رجل الاعمال ماجد الحابوط المطيري، شكرا يا ابو غازي وتمسى على خير الله يحييك. طبعا ماجد الحابوط لا انسى جماهيريته في الجماهير ما شاء الله جماهير، ومن ما يميز السنوات الاخيره حقيقه في جائزه الملك عبد العزيز اللي كانت بين مرقيبه، كان الجمهور تجي عند فلان من القبيله الفلانيه تلقى معه جمهور من جميع القبائل، تجي عند مثلا فلان من سبيع تلقى عنده جماهير من عتيبه ومن مطير ومن جميع الاطياف والالوان، وهذا ما يميز الـ 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 السنوات الاخيره في المهرجان وما نتمناه نتطلع له في هذا المهرجان. وبالتاكيد انه هنالك اشياء قننت من قبل الدارة، ولو بس, بس فيه بعض الاخطاء يا ابو نايف اسمح لي لو قلتها. نعم لا تفضل، هي ما في شيء اسمه اخطاء، ما في اخطاء، بس كلمه ان المسيره 5 سيارات هذا مو بصحيح. انا بيجيني يضيف، انا بيجيني ناس ضدي فرضنا، نعم يشوفون نايف نبدر العتيبي طعمك تمشي مسيرته مع 5 سيارات وانا ضدك، قد جبت 20 سيارة امشوا 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 مع بندر العتيبي عشان تلغى مسيرته او تلغى جائزته، هذا مو بصحيح. نعم انت اتركهم، انت منع الشيلات المناهضه، منع الشيلات اللي ضد القبائل، هذه ما عليها نقاش، الشيله في البل وراع البل فقط، اطلاق النار ما فيه، خلي المسيره تمشي على ما هي عليه، خلي يرجون رجال الامن يمشون معهم دوريتين ثلاث لحتى يقبلون على البوابه 500 متر يوقفون يدخل العدد المسموح. نعم. مع مالك البل والباقيين توكل على الله. نعم. خلي راع البل لما يجمع سيارات يستانس. نعم. هذا عيد عند اهل البل يعتبر عيد. نعم. أنا ان شاء الله نقول ما يقصرون. تاكد تاكد وثق تمام الثقه انه اللي انت تبغاه حيصير، ولكن التقنين وذكر عدد سيارات معين والترتيب هذا مطلب لنا. نعم. مطلب لنا كاعلاميين، مطلب لنا حتى مصورين. في سنوات سابقة كان المصور ما يقدر يصور الابل، كان اللي يركض عدد كبير واللي يرفع له مدري ايش واللي قحط والسيارات واللي يفحط واللي بعض السلبيات اشياء ولكن. كثيرة. لا بالعكس، بيض الله وجه الدار، انا بعرضك في هذه الا خلوا العدد اللي يمشي مع الابل عدد قليل، ما يقدرون. وانت مشجع لي، مرحبا ومسهلا، تعال في مقري وفي بيتي وشجعني واحتفل عندي، وليه من نبلي راحت تبي تعرض ابي امشي معك بعد. انا اول شيء بتشجع، انا اللي امشاك معي بس بستانس مع البل اللي تمشي البل الطيبه هذه. اذا كان ممشي رفيجي يمكن بعد يبين يمشي معه، اذا كان ممشاك معي حيأثر مثلا على البل، حيطيرها وحيشغلها وحيشغل المنظمين لا يا اخوي ارتاح، تقهو لين ابل يتعرض وبجي وبتغدى انا وياك وانت عش. لا صار في تنظيم ما يشغلهم. انا اقول كذا، انا اقول
لا بالعكس، يقنن العدد وتقنن. يعني انتم مصالحكم هالقنوات يمكن يقول إيه، حتى التصوير يكون واضح، حتى التنظيم يكون واضح، لانه بعض المظاهر لو فتحت الباب لها، يعني انت لاحظت مشاهد شاهدناها في السنوات الماضيه والله كانت مشاهد مقززه، لما الناس عدد السيارات واللي جايبنا الكرفانات وجايبنا الغرف، لا 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 هذا غلط، شاد هذا غلط، شاد غلط بمراحه كله، وايتات كرفاناته وايتاته وايتات هلمه وايتات ما خلش، لا لا هذا غلط، السيارات تمشي عشان كذا احنا الرياضيين يطلعوا وجيهها ويسمحوا ويوزعوا منا ومنا، يسمحوا للقنوات انها تصور، معقول يبعدوا عن البل ويمشوا بادب ما يقحصون لا فيه بواري هذه معقول. خلنا نقف اليوم عند اختلافنا هذا وانا اعدك ان شاء الله اني حكمله في الاسبوع الجاي، اما تقنعني ولا اقنعك. الله يوفقك. واشكر كل الشكر لك يا ابو ناصر، وحقيقة أنه تشرفت في تواجدك معي وانضمامك في هذا البرنامج. لي الشرف. وإن شاء الله نبي نختلف ونتفق إن شاء الله لما في صالح هذا ما يفسد الود قضية المهرجان. نعم وأنت أستاذنا ونتعلم منك الشيء كثير يا أبو ناصر. كلمة أخيرة يا أبو ناصر. الله يحييك. أول شيء طول عمرك أشكر الأخ بندر اللي هو أنت على هذا البرنامج المميز. تسلم. برنامج المهرجان، وأشكر جميع من شارك معنا في البرنامج اللي هم ملاك قلب المشهورين، والبرنامج طال عمرك هذا يثري ساحة قلب الخص، يثري جميع ملاك قلب من الأسواق الباعة إلى ملاك إبل، كلها برنامج مميز. نعم. وشكرا لكم يا قناة المرقاب القناة المميزة. الله لا يهينك، والشكر لك، والوعد إن شاء الله يا مشاهدينا الكرام الأربعاء القادم بإذن الله الساعة 9 وكل أربعاء، وإحنا معاكم في برنامج المهرجان والحديث عن مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز وعن جميع التفاصيل من العروض ومن المناشط ومن ما يقدمه المشرفين على هذا المهرجان ومن آراء ملاك البل ومن مداخلاتهم ومن مقترحاتهم. ونقول للأخوان اللي قائمين على دارة الملك عبدالعزيز، نحن يدنا بيدكم، وحتسمعون منا آراء وحتسمعون منا انتقادات، لكن أنتم قدها إن شاء الله، تسعون لما في صالح الجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله تلتقون في برنامج المهرجان معي أنا بندر العتيبي والأستاذ سعد الملفي السبيعي. تصبحون على خير. تصبحون على خير.